السلام عليكم يا جماعة، معاكم عبد الرحمن عبد اللطيف من قناة اي ام اي جيمرز. هنكلمكم النهاردة عن بعض الاسرار عن لعبة بليد اند سول اللي ممكن تكون تعرفهم او ممكن يكونوا جداد عليك، سواء انت كنت في اللعبة او بعدت عن اللعبة ورجعت تاني او متواجد في اللعبة. ممكن نفيدك ببعض الاسرار اللي احنا هنعرضها على حضراتكم حالا. انا هنا في موشن تاور، تمام، او موشنز هول، تمام. بنيجي للراجل القصير ده، هنتكلم. انا جاي هنا عشان اعلمكم اول سر اللي هو السلاح، السلاح بتاع الرافن او الارانسو او امتدادات الايه، السلاح المختلف. بنيجي انا موشن هول، بتخش على الراجل القصير اللي قدام النهارده ده، تمام. بنيجي هنا على داون ريفت ويبن سيليكشن، تمام. بنشتري طبعا العمله المستخدمه او الكوين اللي انا بعملها اللي هي ناريو سيلفر، دي بتاخد منها كتير جدا في الجيم، يعني اكتر حاجه ممكن تلاقيها سهله. طبعا انا معايا 1000 وي او بتحول من هنا لهنا زي ما حضرتك شايفين كده، تمام. واتيفر بقى بالكوانتيتي اللي حضرتك عايزها، تمام. بنفضل نشتري مره واثنين وثلاثه خمس اسلحه. احنا هنعمل تيست بس بسيط قدام حضراتكم. طبعا احنا بنعمل كده عشان هنوريكو ان انت لو عايز تشتري سلاح ومن خلاله انك تلاقي كل الساكتس اللي هي بتاع الجيمز اللي قدام حضراتكم دي تكون مفتوحة، بدل ما تصرف جولد كتير قوي او تضيع جولد كتير قوي على الفاضي، احنا هنقدم لك حل بسيط جدا من خلاله انك تقدر انك ما تصرفش جولد كتير او توفر الجولد بتاعك. لان انا وقعت في الغلطة دي وانا بلعب الجيمز نفسها، قعدت فترة كبيرة جدا عشان انا افتح السوكيتس بتاعه الويبن بتاعي، تمام. هنفتح هنا او نقفل ده الاول. هنفتح هنا طبعا، اختار بقى ريفت ووك او الثاني، مش فارقه، بس خلينا هنا. اوكي، هنعمل كوانتيتي ماكس خلاص. طبعا معانا هنا خمسه، هنفتح خمسه مره واحده برضو. بصوا يا جماعة، النقطة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها، ده في تلاتة سوكيت مفتوحين، وده تلاتة برضه، وده أربعة، وده تلاتة، وده خمسة. لو حضراتكم ركزتوا معايا إن أنت لو اشتريت أكتر وجربت أكتر، يا إما هتلاقيهم كلهم مفتوحين، يا إما هتلاقيهم كلهم إلا واحدة مفتوحين، تمام. وده هيوفر عليك كتير قوي في الجولد، وهيوفر عليك أوي ماتيريالز كتير جدا، تمام. طبعا مره اثنين ثلاثه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بحاول افتح طبعا ليجندري جيم هامر، شوف حضراتكم سعرها قد ايه، 60 جولد للواحده. طبعا ده خراب بيوت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا محتاج منها 22 قطعه، طبعا انا مش هحسبها لكم عشان انتوا عارفين اكيد الحسبه هتطلع قد ايه، تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، انا عشان افتح مثلا الثلاث سكتات دومت هضرب 22 في 3، يعني انا هصرف كده مبلغ كبير جدا. السر التاني يا جماعه معانا ان شاء الله النهارده هو السكيلز، انك ازاي تقدر انك تقوي السكيلز بتاعتك من خلال بوينتس. زي ما حضراتكم شايفين كده، في بوينتس موجوده عندك في السكيلز اللي موجوده هنا، من خلال اقدر ان انا اقوي السكيلز زي ما حضراتكم شايفين، او اقوي الضربه زي ما حضراتكم شايفين هنا. ادي الفاير فول، هقدر ان انا ازودها. طبعا ده بيعتمد على البوينتس اللي معايا. ازاي بجيب البوينتس دي؟ البوينتس دي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هنا، تيجي عن طريق الاتشيفمنتس. يعني لكل اتشيفمنت في السكيلز هنا متطلب حاجه ان انا اعملها. على سبيل المثال هانج مون اسينيشن ده، او هانج مون اسينيشن، تمام؟ جانز لينك طالب مني ست او سبع حاجات، تمام؟ هنا باجي هنا في زاي واي زي ما حضرتك شايفين هنا في الماب، باجي هنا في زاي واي، باجي على الميرشنت سكوير. راجل برضه قصير وقزع كده مش باين من الارض. I love visiting merchant square. I love it too. تمام يا جماعه، ده خدوا بالكم عشان ده الميرشنت. ده يا جماعه الميرشنت برضه اللي انا لو انا مش عايز اشتري الاسلحه من موشن ستور ممكن اشتريه من هنا عادي، برضو موجوده هنا مش اي مشكله، تمام. انا يهمني ده الاتشيفمنت ميرشن زي ما حضراتكم شايفين كده هنا،
ادي واحد ادي اثنين ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة، الخمس حاجات اللي هم متطلبين. انا كده اشتريتهم، مجرد ان انا هتك عليهم كليك يمين خلاص انا كده استخدمت. اول ما بستخدم الست حاجات مع بعض بيديني الاتشيفمنت، ومن خلاله باخد البوينتس المكتوبه على الاتشيفمنت ذات نفسه. تالت حاجه معانا يا جماعه النهارده ان شاء الله انك ازاي تكمل الاتشيفمنت ريكويرمنتس عشان تاخد السكيل بوينتس اللي من خلالها تقدر انك تقوي السكيلز بتاعتك. زي ما حضراتكم شايفين هنا وزي ما وضحت لحضراتكم مطلوب الاوفل مثلا او الاوفل اوف داركنس اوف سايلنس والكلام ده كله اللي هو التكنيكس بوكس. تمام، بنيجي نرجع تاني للموشن تاور تاني او موشن هول، بنيجي للميرشنت ده يا جماعه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هنا ادي الريالزين وادي تشيلينج فلم الكسير، ده مطلوب الاوفل لانج مون بيلت، وده كلها البوكس المطلوبه للسكيلز عند حضراتكم. طبعا الكوين او الكرنسي اللي هتشتغل معانا اللي هو البلاد ستون، زي ما حضراتكم عارفين البلاد ستون بيجي كل يوم من الديلي، وبيجي من هيفي ماندت، وبيجي من كولد ستورج، بيجي من حاجات كتير جدا. تمام، جمع الكوانتيتي المطلوبه، اشتري البوكس او البلت او الريكويرمنتس او الحاجه المطلوبه منك في السكيل. زي ما حضراتكم شايفين هنا مثلا انا كنت جايب البلت دول نايس للبلت. تمام، ادي البلت موجوده قدام حضراتكم، ثواني اهي هانج مون بلت اهي موجوده 24 بس اللي هو بلاد ستون. تمام، هشتريها، بعد ما اشتريها هضربها زي ما قلت لحضراتكم كليك يمين بس، الاتشيفمنت هيتم، هيجي لك السكيل بوينت اللي هي بتظهر عند حضراتكم هنا زي ما حضراتكم شايفين. ملحوظه بتقولها لحضراتكم ان البلاد ستون دي سيجمنت ودي بلاد ستون، دي الستون ذات نفسها. الستون ذات نفسها دي ينفع اعمل لها سيرفايس زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بترجع للفريجمنتس، والفريجمنتس اقدر اعمل لها ميرج او بروسيس تبقى بلاد ستون ذات نفسها. فتقدر انك تعملها ستون او فريجمنت، الموضوع سهل، عباره عن سلفاج او سلفاج او ترجعها تاني. رابع حاجه معانا يا جماعه ان شاء الله النهارده ان انا اشرح على حضراتكم طبيعه الماتيريال اللي معايا. يعني على سبيل المثال زي ما حضراتكم شايفين كده، دي عليها علامه شخص، ودي عليها علامه شخص، ودي عليها علامه اللي هو تريدبل، حاجه انك تقدر تعمل من خلالها تريد. بمعنى ان انا ينفع ان انا اعمل تريد واخد من خلالها جولد، سواء انا ابيعها في الستور او ابيعها بيرسونالي من شخص للتاني، ان انا اعمل اكس تشينج. طبعا ان انا ده الماركت بليس اللي انا ممكن احطها فيه عادي جدا. تمام، او على سبيل المثال زي ما حضراتكم شايفين كده انا بحط الماتيريال، وبعد كده اما انا جاي حاطط بقى اللي هو الكوانتيتي مثلا اللي هو البرايس بتاعها، وانا جاي اعمل لها سيل. طبعا اكيد حضراتكم عارفين حاجه بسيطه زي دي. تمام، دي تريدبل، يعني اقدر اديها لشخص تاني مقابل فلوس، او ان انا اقدر احطها في الماركت بليس ذات نفسه. تمام، اما الحاجه اللي عليها علامه الشخص زي ما حضراتكم شايفين كده، دي اللي انا من خلالها اقدر ان انا اديها او ان انا ابعتها في ميل للاكونت اللي معايا. على سبيل المثال في الاكونت بتاعي انا عامل شخصيتين، شخصيه دي وشخصيه جنبي تانية، والشخصيه اللي جنبي التانية دي محتاجه مثلا ماتيريال زي من اللي معايا. على سبيل المثال دي ماتيريال اللي هي السول ستونز. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده اقدر ان انا ابعتها للاكونت اللي جنبي. تالت حاجه يا جماعه هوضحها لكم هنا، الحاجه اللي هي ما عليهاش اي حاجه ولا شخص عليها ولا ان هي تريدبل، الحاجه اللي موجوده هنا قدام حضراتكم دي للاستخدام الشخصي فقط، اللي هي مثلا زي سكارلت بلوم دي او السكيل دي. طبعا هوري حضراتكم دلوقتي ازاي ابعت الميل او ابعت حاجه للشخصيه اللي جنبي. بتك على الميل هنا، وبعد كده بحط الحاجه اللي انا عايز ابعتها. على سبيل المثال انا هبعت مثلا لايف كوين ده، ولا البلاد ستونز اللي معايا. تمام، الايكون بتاع التاني اللي هو جنبي هو ده، وبتك اكسبت بيبقى يطلع على طول دايركت. خلاص سنت يا جماعه. خامس حاجه معانا ان شاء الله، بما ان انت مصري
هنعلمك ازاي تجيب جولد من الهوا. طبعا احنا دايما عارفين ان المصريين دايما متميزين ان هم بيجيبوا جولد من اي حته من اي مكان من الهوا. زي ما حضراتكم شايفين هنا الشيست اللي معايا ده انا شاريه ب 24 جولد. تمام انا حاليا 30 جولد قدام حضراتكم. تمام الشيست ده يا جماعه لما بفتحه يا اما يدينا سيلز سيلد روبن كينجز انيريدي او ده او ده. تمام نعمل تشيك كده يا جماعه مع بعض. انا لسه فاتح دلوقتي الشيست وهفتحه قدامكم. هنجيب اللي هو كينجز انيريش. تمام احلى اوك. تمام نشوف سعر 49 يعني سي انا لو جبته ب 25 وبعته ب 50 يعني انا كسبت 25 جولد من الهوا وده ايزي ماني. علي نفسك ظبط نفسك. نصيحه اخيره لاي حد لسه بادئ الجيم او شغال في الجيم وشغال في الستوري لاين، خليك دايما في الستوري لاين ومالكش دعوه بالسايد كويست لان السايد كويست هتاخد منك وقت ومجهود على الفاضي. خليك في الستوري لاين امشي اكبر واحنا معاكوا دايما هنا في قناه اي ماي جيمرز. اي اسئله او اي استفسارات عن اي حاجه عن بليد اند سول احنا تحت امركم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشكرا ليكم جدا يا جماعه.